مالك يا حبيبي؟ تعبان تعبان يا بنتي. طب يا حبيبي أسيبك تستريح. استريح منين حتيك الراحة؟ بس روح انت بقى يا علاء، انت تعبان طول النهار ووراك شغل. وانت هتعمل ايه؟ انا هقعد جنب بابا. ماشي حبيبتي، انت عارفه انا بنام والتليفون جنبي، كلميني اي وقت. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. علاء ما تنساش يا حبيبي تتعشى، الاكل في التلاجة. وانت مش هتاكلي؟ ماليش نفس. طب بقول لك ايه، هنزل اجيب لك حاجه كده سريعه تاكليها لما اجوع. لا وحياتي اوعى ترجع تاني. يلا مع السلامه. انت لا اله الا الله محمد رسول الله. الصبح عشان تطمنوا عليه. يلا. وما قلتش الكلام ده لامك ليه؟ بقول لكم ايه، احنا كلنا هنمشي من هنا، واللي هيفضل مع الحاج امي ومروه. تعالى يا سي فتحي، عايز اقول لك كلمتين. اقرب ايه؟ اشمعنى امك واختك اللي يستنوا؟ ها اللي يستنوا، هو احنا مش برضو نبقى مراتات الحاج ولا مش مراتات الحاج؟ يا نازك يا نازك يا اختي، فتحي خايف عليكوا وعلى تعبكوا. تعرفي تقولي لي هتناموا فين؟ ان شاء الله نفرش على الارض وننام. ونفرش على الارض ليه؟ ما الكنبه اللي ورانا تسيح. اه تسيح. اقول لكم ايه، انا مش جايب الكلام ده من عندي، الكلام ده قاله الحاج قبل ما ينام. ايوه يا اخويا، ارسمهم علينا بقى انت وامك. وبعدين معاك يا فوزيه، انت وهي نازلين لوك 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 لوك. اقول لك ايه يا ولا، سيبهم خليهم براحتهم، خد انت مراتك واخواتك من بره وروح يا حبيبي عشان تستريح شويه، انت واقف على قدمك من صباحه ربنا. ايوه يا اختي، اعملي علينا ريسه وحملينا جمايل. والله ما هرد عليكم، مش وقته الكلام ده، الراجل نايم تعبان. بقول لك ايه يا سي فتحي، انا عايزك تسمع كلام امك وتاخد مراتك وتتكل على الله تروح، وما تتحشرش بينا وبين امك. انا قلبي عليكم، قلبي عليكم، ولا تتعبوا من نومه الكنب. لا يا اخويا مش هنتعب، وبعدين مين اللي هيجيله نوم بعد اللي حصل ده؟ هو اللي حصل ده شويه، الراجل نازل من عندي مبسوط اخر انبساط، فغمضت عين كده لقيه نايم على ظهره. ما انت يا اختي اللي عملت